معبد جارني. وهنا على الجانب الأيمن هنا الحمامات. حمامات الملك برتان. ملك أرمينيا. الملك الذي كان يضطهد رجال الدين المسيحيين. وهو الملك الذي اضطهد القديس كريكور المنور. وحكم عليه بالسجن في بئر بيراب. وبعد مرور 13 سنة بسبب مرض الملك أطلق السراح القديس حتى يشافي طبعا. حلم بأنه ما حد يقدر يشافي الملك غير القديس كريكور المنور. أطلق السراحة طلعوا من البير شافه، وبعد أن شفى من المرض ماله اعتنق الديانة المسيحية وجعل الدين الرسمي الأرمينيا هي الديانة المسيحية. لذلك تعتبر أرمينيا أول دولة بالعالم تعتنق الديانة المسيحية، ويعتبر الديانة المسيحية الدين الرسمي للدولة. هذا المعبد معبد جارني وهو المعبد الوثني الوحيد اللي بقى صامد لحد الآن. تعرض لبعض الأضرار خلال القرون السابقة وتم إعادة إعماره. معبد جارني بطرازة يشمل الطراز المعماري اليوناني والروماني والطراز الأرمني. هذه هي الحمامات، للأسف الشديد مغلق، ما راح نقدر ندخل الجو حتى نصورها بالشكل الواضح. في أرمينيا منذ آلاف السنين، منذ مئات السنين وآلاف السنين، نعم، كان يتبعون أسلوب التدفئة بواسطة أنابيب المياه المسخنة، ويسمى التسخين الأرضي. على سبيل المثال هذا الحمام ومثلها من الحمامات أخرى والقصور الكبيرة كان يكون من ذو طابقين. الطابق السفلي كان يكون بها منظومة أنابيب تجري بها المياه المسخنة، وبواسطة كان يتم تسخين البيوت أيضا والحمامات. طبعا جارني ما ممكن يجي سائح يزور أرمينيا إذا ما يجي يمر على جارني من الأماكن الأثرية والأماكن التاريخية. نشوف هنا الجبال، هذه الجبال سلسلة جبال يسمى الهارموني. الهارموني للي عنده معلومات عن الآلات الموسيقية، أنابيب
آلة الأورجن القديم التي تستخدم كآلة موسيقية في الكنائس أثناء القداس، بصيغة الأنابيب ممتدة. ومن هذا أخذوا اسم الهارموني المتناغم، الجبال المتناغمة، لأن أشوف الجبل كأنما نحات ناحيتها من فوق لحد ما ينزل للأسفل بخطوط مستقيمة ومتوازية، نفس نظام الأنابيب الموجودة في آلة الأورجن القديمة التي تستخدم في الكنائس. هذا الوادي يجري به نهر اللي ينبع من الجبال. هذا داخل معبد غارني، وهذا المذبح اللي كان قدم عليه النذر في وقتها. أصدقاؤنا وأعزاؤنا متابعي قارات للسياحة الأعزاء، نأمل أن نلتقيكم في جولة أخرى ضمن سلسلة جولات كاميرا أرارات للسياحة، وإلى اللقاء.